مدربين في عالم كره القدم رسم لهم الكره الجميله، وفي مدربين رسم لهم الحاله الدفاعيه القويه، وفي مدربين رسم لهم النتيجه اللي هو الفرقه بالصلاه على النبي كده لا بقى لها شكل هجومي ولا شكل دفاعي، بس اهم حاجه انه بيعمل نتيجه. المدرب ده بيكون عنده مشكله كبيره جدا، النتيجه لما بتخيش منه بتكتشف ان الراجل ده بلاله، الراجل ده ملوش فيها، اللي هو الراجل ده حرفيا بيعك عك رهيب. وده للاسف الشديد من مواطن قوه وحيد خلوزيتش موضوع النتيجه. لو الراجل ما عملش نتيجه بتبدا تركز معاه بقى، تبدا تركز مع التغييرات الكتير اللي هو بيحب يعملها كل ماتش ليه، تبدا تركز الراجل ده بيعمل ايه. يعني مثلا المنتخب المغربي كنا بنتكلم على 4-1 4-1 الناجحه جدا من اول بدايه البطوله، الراجل النهارده في اهم ماتش في المجموعه اللي هو مباراه صداره المجموعه قدام الجابون قرر يغير طريقه اللعب وقرر يغير نص الفرقه. اللي هو انت بتعمل ايه؟ يعني انا اول ما شفت تشكيله لو انت بتعمل ايه؟ انت بتنيل ايه؟ يعني حارس المرمى بتاعك بتغيره، تنزل منير المحمدي، منير المحمدي عمل تصدي النهارده عالمي عالمي عالمي، الكره الراسيه اللي تصدى ليها تصدي جميل جدا جدا جدا، تصدي رجع المنتخب المغربي المباراه، ماشي حارس غيرته، خط الدفاع بقى هيسند حارس اللي انت مغيره ده؟ لا انا هغير قائد المنظومه رومان سايس واحط مكانه سفيان شكله، اللي هو طب يعني غير نايف كراد ماشي، انما سفيان يعني سفيان يكون موجود مع رومان سايس مقبوله عن ما هو موجود مع نايف. لا انا هسيب نايف و سفيان شكله. طب سفيان شكله كان على حسن ظنك ولا ثقتك دي؟ بالعكس ما كانش موفق جدا النهارده، كان سيء بطريقه غير طبيعيه. كوره في اول 20 دقيقه بتتلعب سفيان طالع يلعب بدماغه راح متزحلق جات للمهاجم جاب جون. طب نايف كراد قدر يسيل سفيان داخل المباراه جاب جون في نفسه. ايه يا معلم المنظومه الدفاعيه الجميله؟ طب خط النص بقى هتعمل ايه في خط النص؟ مين اللي هيكون رابط هجومي للجماعه المهاجمين او للهافات؟ انا هلعب 4-4-2، هلعب قدام ادم ماسينا بفيصل فجر، وهلعب قدام اشرف حكيمي بقناحي، وهلعب في خط النص بمرابط والياس شاعر. يعني الياس شاعر اللي راجع من اصابه هو اللي هيشيل الفرقه وهو اللي هيكون مفترض الرابط ما بين خط النص وخط الهجوم؟ اه طب ازاي يا عم وحيد؟ ازاي طيب؟ انت عارف لو حطيتها عمران لوزة كنت ممكن اقول لك ماشي معاك حق، بس انت جايب لاعب كان مصاب اساسا. طب خط الهجوم، هكمل بأيوب الكعبي واحط جنبه يوسف النصير من البدايه بسم الله ما شاء الله، وانت بتلعب 4-4-2 كان خط الهجوم في حته ونص الملعب في حته تانية خالص، اللي هو فين ترابط الخطوط؟ لا مفيش ترابط خطوط، الكعبي والنصيري في حته لوحدهم ونص الملعب في حته لوحدهم خالص، اللي هو في عك صح. هتطلع مين بقى في البدايه كده بعد ما لبست اول جون في الدقيقه 20؟ اول نص ساعه راح ملبس كل حاجه الياس شاعر. طب ما انت عارف انه مش سليم، بتطلعه اول تغييره في اول نص ساعه، اللي هو المشكله كلها كانت في الياس شاعر. طب انت اثبتت للناس كلها انت بتلبس الياس شاعر المباراه، مع ان لو عايز تلبس حد كان مفترض ان انت تلعب في خط الدفاع وتنزل رومان سايس من الاول، بس لا انت لبستها لالياس شاعر. تمام، نزلت مكانه سليم المالح، وقررت ان انت بدايه الشوط الثاني تطلع فيصل فجر وتنزل مكانه سفيان بوفال. سفيان بوفال قدر ياخد لك ضربه جزاء وقدر يسجلها هو. فرديات مش تغيير عظيمه، لان انت كان مفترض تبدا بيه. دي مش تغييره، دي بتعتبر تصحيح للتشكيل اللي انت عكيت فيه. طب الناحيه الثانيه، وناحي زي ما هو، مكمل زي ما هو، تمام مفيش اي مشكله. المنتخب المغربي عنده مشاكل وبيعاني؟ لا ما كانش بيعاني، بس المنتخب المغربي اتلعب على ارضيه بعد التعادل راح مسجلها نايف كراد في نفسه. طريقه كم اسدود يا عم وحوح، واضح ان انت هتطلع خسران النهارده، علشان اشرف حكيمي يقول لك لا انا هنا، انا هنا يا باشا انا موجود. اشرف حكيمي لعب فاول عالمي 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 للصبح يا عم اشرف، حطها في الجون ووصل عم وحيد خزتش، نزل رومان سايس ولم امها، نزل رومان سايس ولمها علشان لو ما نزلتش رومان سايس هنلبس. وفعلا راح بعد هدف الثاني على طول راح منزل رومان سايس مكان سفيان شكله، وكمان راح منزل طارق تزديوي مكان عز الدين قناحي، وقال لك بس قفلناها على كده. رومان سايس اول ما نزل راح على طول راح مع المهاجم بتاع المنتخب، منتخب الجابون اللي هو كاكاو، هو اسمه كاكاو بجد، اللي هو غيليور كانج كاكاو، راح ماسكه على اللي هو تعالى يلا انت اللي مغلبهم يلا، وراح قافش فيه اللي هو بس انا كنت لازم ابدا المباراه دي من الاول، وعارفين والله عم رومان انك كان لازم تبدا المباراه من الاول، بس معلش مدربك قرر يهبد النهارده، وكالعاده لما بيقرر يهبد جوده لعيبه المنتخب المغربي بتغطي كل الهبد اللي هو عمله ده. دي نعمه ولا نقمه؟ والله يا نعمه انك عندك لعيبه مميزين جدا اوقات كتيره جدا ما بيكونوش محتاجين مدرب جوه الملعب،
بس الازمه لما المدرب بتاعك يكون بيعك واللعيبه ما تعرفش تلمها. النهارده الحمد لله قدروا يلموها. هل بقى في كل الماتشات الوحيد كوزيتش هيقرر يعمل تغييرات كتيره فيها هيعرفوا يلموها؟ ده سؤال سايبك انت اللي تجاوب عليه. ولو شايف ان انا ظلمته هيدخل كوزيتش.